بلاد الغربة عيطت بسلامة ويا المهمة بسلامة عليك، ولا تنسيني ولا طولت ولا طولت فراس العام غنجي، ودرهمي قلل ونحلف ليك اشوف دي في نادي ولا حلال يجو يشوفوا حالتي امي سعاد وخديجة طهلي ليا في الولاد، ودرهمي قلل ونحلف ليك يا المهمة نادي ولا حلال يجو يشوفوا حالتي اشوف تي في تهلاي ليا في الولاد. السلام عليكم، معكم مهدي العيدي ولد مدينة اسفي، 22 سنة. الهواية الفن الشعبي ومن عشاق الفن الشعبي والتراث العبدي. خدمت في احسن قاعات في عين سبع في كازا في مدينة التربيطة مع فنانين كبار منهم سعيد موسكير هاريمو، يعني فنانة متألقين بيني في الساحة الفنية بلا ما عيش بزاف، ما نقدرش نذكر بزاف تاع السميات اللي شفت. انا الدومين من يعني مني كنت صغير وانا عزيز عليا اللون الشعبي، يعني اللون الشعبي كنحبو بزاف، يعني كنت كنضر ندي مشاريب ندير ونضرب ندير، يعني حتى جات واحد الوقت جات واحد الفرصه عرفت راسي وليت بروفيسيونير في الشعبي مزيان، كنخرج نوطات زوينين وانا ندخل انا وليت كندير لي فيديوهات كنحطهم في لاشين فيسبوك يعني الانستغرام كلشي، ولا الناس ولاو كيتفرجوا فيا بزاف، يعني المغرب كامل ولا كيشوف مهدي العيدي، وكنشكر كاع الناس اللي كيتبعوني هما، لان ما كانوش هما ما غيكونش مهدي العيدي. الحمد لله فنانا متواضعين وكيتعاملوا مع الفنان اللي باقي الله في هادي كيتعاونوا معاه كيعطوا نصائح، هذوك النصائح ديالهم راه حنا بارك عليا هذوك النصائح ديالهم، باغي هذوك النصائح ديالهم والله تبارك عليا هذوك النصائح اللي كيقولوا راه تبارك الله عليهم، يعني راك غادي زوين كيشكروك يعني تبارك الله عليك. ومصدر الرزق ديالي اخويا هاد الساعه راه كنا كنعولوا على الدومين كيف ما كنقول لك الهوا ديال الشعبي والعراسات وهذا الشيء والحفلات، ودابا خويا جات هاد كورونا وهاد المرض وهاد الدعم اللي خرجوه عطوه شي فنانه راه خصهم يعطوه لهاد الناس اللي كيخدموا في العراسات كيخدموا غير من الصيف الصيف وهادو اللي كيتبعوا الهديات، علاش هاد الدعم ما يعطوش لهاد الناس؟ راه ماسقيه راه كيضروا ماسقيه وحق الله، واش تعطي الفنان كيطلع مهرجان طالع مهرجان كيشد 100 مليون 80 مليون وناسي فنان كيخدم مسكينه في العراسات؟ راه كل فنان راه عنده اسره راه عنده عائله، يعني راه كل فنان عنده خمسه اولاد سته اولاد وهاز عائله، يعني فهمتي والله تحشومه الدعم راه خصهم الفلوس هذه كامله خصهم يعطوها للناس اللي كيتبعوا الهديات وكيمشوا للعراسات كيعاولوهم من الصيف الصيف باش يترزقوا عريوسهم وهادشي اللي كاين. واش عاطي فنان كيشد المنين وعنده فلوس وعاطي فلوس اصاحبي راه والله الا ماسقيه تاع المغرب كامل كيضروا كل اللي عندهم عائله اصاحبي والله، وتا انا منهم والله تا انا منهم، انا خاصني الدعم والله الا خاصني الدعم، انا راه الله غالب والله هادشي اللي كاين. هاد الدومين بنادم ما يديروش حرفه يديروها هوايه، انا نقصد بنادم هاد الدومين خليه غير هو ما يديروش حرفه، الا درتي حرفه راه شوف كورونا شنو دارت، يعني كورونا كتبين لك بلا الدومين ما ديروش حرفه خليها هوايه، واش كاين ولا ما كايناش؟ يعني الدومين خلي غير هو هوايه وتقلب على شي شركه خدم فيها ولا في شي حاجه زوينه ترسم معاهم تخدم فيهم تصور مصدر العيش ديالك. وانا نقول لك واحد القضيه، انا خاص لي دعم لي باش ندير جديد، انا ما نقدرش ندير جديد حيتاش ما عنديش هذيك الفلوس باش غندير بها الجديد، انا حيت كنصور غير لايفات كنصور غير فيديوهات في الدار، وبعض المرات حتى التليفون ما كنلقاش باش نصور فيديو، حتى تنطلب شي صديق ديالي عنده شي تليفون زوين كيصور لي الفيديوهات حيتاش راه الدومين رواع ما ساهلاش باش تسمع دراري باش تصور فيديوهات، انا راه حيت خاصني باش عرفتي كره لقيت لي دعمني ولا شي واحد شي مانجر كبير يدعمني ندير الجديد باش نبان في الساحه الفنيه، ولكن دابا انا كندير غير فيديوهات لايف باش نصوره وكنحطو في اليوتيوب وكيكون خير، يعني كاينه نسبه المشاهده في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى اليوتيوب عندي في قناه تبارك الله الناس كيتبعونا وكيقول لك دير الجديد، ولكن باش غندير هذا الجديد فين هو الدعم باش غندير هذا الجديد؟ ما كاينش الدعم، ما كاينش اللي غيدعمك، فين هو الدعم؟ خاصنا الدعم باش نديرو الجديد، حيت واش انت اغنيه راه خسرت تقام عليك تقام عليك على الاقل واحد جوج مليون باش تصوب شي برودوي زوين تحطو الناس، راه ما كاينش حتى الدعم، الدعم باغي يدعمك شي بلاصه وخاصك شي مانجر باش يدعمك، ما كاين والو على راه فيا من الصباح نصور لي سينكل بزاف كاينين الكتاب وكاين كلشي بغاو يوقفوا معايا، ولكن خاصنا الفلوس باش نصوروا هذا الجديد، راه كنقول للجمهور انا خاصني الدعم خاصني مناجر اللي يوقف معايا، انا المهدي العيدي كيف ما نقول لك يلا مكافيه مع الدار وشنو هذا الشيء اللي كاين والله. وبنات هذا الجيل وقع درتو تليفونات قلبتو نهضر قلبتو ستيل ناري وستيل وحرنا معاكم البنات وبنات هاد الجيل وقع درتو تليفونات قلبتو نهضر قلبتو ستيل احمد ستيل. العيدي الاسم ديال الدار عندنا، يعني الوالده وخالاتي كنيتهم العيدي، يعني انا الكنيه ديالي الحليمي المهدي الحليمي،
احسن فنان خدمت معاه هو سعيد موسكير، وخدمت مع السي محمد المحفوظي، وخدمنا مع كل الشكر كنشكر السي محمد المحفوظي على واحد العمل كان بينه وبين السي محمد المحفوظي، وكنشكرو بزاف. من عيط ليا فرحت بزاف، يعني السي محمد المحفوظي عيط ليا باش نخدم معاه في واحد العمل، كل الشكر السي محمد المحفوظي. عندك الصح، عندك الصح. يعني دابا الناس تعاس فيه، مساكن مع قد الحال وهادي وهادي، كيما بحال نقولوا حنا بحال واحد القديم يقول لك دابا الناس تعاس بحال بيضاوه كيتعاونوا مع بعضياتهم، مصاهر تاع بيضاوه كيتعاون بيضاوه شي كيهز شي، ولكن هنا تعاس فيه. يعني ما عمرني شفت شي واحد مدوش شي فنان ولد اسيف شي ستوري، ما عمرني شفت شي فنان مشهور، هاد ولاد اسيرا بلا ما نسميهم، ما عمرني شفتهم مدوش شي واحد في شي ستوري.